بشكل آخر يعني. دعني أؤكد لك بأننا مع هدم الأنفاق إذا ما تم وجود البديل، وهذا الموقف عبرنا عنه أكثر من مرة، سواء في لقاءاتنا السياسية أو في لقاءاتنا السياسية مع الإخوة في مصر أو لقاءاتنا الإعلامية. الأنفاق حالة استثنائية طارئة، لكن لا يعقل أن يتم هدم الأنفاق ومنع إدخال الدواء والكساء ومقومات الحياة الأساسية لقطاع غزة، وإدخال ومن بعد ذلك إدخال قطاع غزة في كوارث إنسانية وبيئية وصحية في ظل عدم وجود بديل. طيب استاذ مشير، لانه هذا الكلام انت كررته قبل قليل، وفتح محدود وجودي. ماذا عن لانه بقيت دقيقتان على هذا اللقاء مع الاسد، صح، الى معبر تجاري او ايجاد منطقه تجاريه حره في هذا الاتجاه؟ طيب بقيت دقيقتان على هذا اللقاء، ماذا عن حركه تمرد الغزاويه؟ انتوا قلتوا انه على اعضاء حركه تمرد او حمله تمرد الغزاويه ان يحملوا اكفانهم، ده تهديد صريح لاعضاء الحمله. لا بالتاكيد لم يصدر هذا ولم أسمع بهذا الخبر، على الأقل على المتحدث الرسمي باسم الحكومة. أحد قادة حماس وصاحب هذا التصريح نعم، من؟ أحد قادة حماس هو صاحب هذا التصريح ونقل عنه. نقل عنه. يعني أنا لم أسمع بهذا التصريح ولم. طيب ما موقفكم من حملة تمرد الغزاوية؟ ودعني أؤكد لك عن موقف حركة حماس الواضح في هذا الجانب. غزة اليوم تشكل واحة للديمقراطية والعمل السياسي. يعني ما الذي أوصل الفصائل الفلسطينية لأن تخرج بمسيرات عسكرية لأول مرة في طريق قطاع غزة بشكل مشترك؟ كانت كل فصيل يخرج لوحده، لكن اليوم أصبحت الفصائل تخرج مع بعضها البعض. هناك حالة تشاور وهناك حالة انفتاح، وهناك دعوة حتى من قبل الحكومة الفلسطينية برئاسة الأستاذ معهنية لأن تكون هناك إدارة مشتركة مع كل فصائل الفلسطينية. ما رأيكم في حملة تمرد التي الداخلي في لقطاع أستاذ مشير، حملة تمرد تعد بإسقاط حركة حماس يوم 11 نوفمبر، كيف تستعدون لهذا اليوم؟ أنا بعتقد أخي الكريم أنه من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه، وبالتالي نحن نتعامل بالقانون مع أي إجراء على الأرض. لا يمكن أن نسمح بأن يتم العبث بالساحة الداخلية الفلسطينية وخلخلة الاستقرار الأمني، لكن إذا ما كانت هناك أي احتجاجات في بعدها القانوني وبعدها القيمي وبعدها السياسي، فأعتقد أن الأمور مفتوحة في هذا الجانب، ولسنا قلقين من المستقبل. حماس تشكل أغلبية في الشارع الفلسطيني، نحن ملتحمون مع شعبنا الفلسطيني، نعيش معه آهات الحصار، ندافع مع قوى المقاومة عن شعبنا في لحظات الشدة وفي العدوان، والمقاومة في ظل حماس. من وراء حملة تمرد الغزاوية في ثوان يا أستاذ مشير؟ الفرقان وحجارة السجيل، وأن تفرج عما يزيد. من وراء حملة تمرد الغزاوية في رأيك؟ عالية من كل فصائل الفلسطينية، نحن مع شعبنا في السراء والضراء. من وراء حملة تمرد في ثواني؟ ماذا؟ من وراء حملة تمرد الغزاوية في رأيك في ثواني؟ يعني أخي لا أعتقد أن هناك ظاهرة اسمها تمرد، هناك حالة محدودة وهي يقوم بها بعض الأفراد في الغالب يتبعون إلى السلطة الفلسطينية، إلى الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح، الموجودين في بيوتهم دون عمل في هذه اللحظات. أنا بعتقد أنه من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه في ضوء القانون وفي ضوء القيم والأخلاق التي يتعامل بها شعب الفلسطيني مع بعضه البعض. لسنا قلقين من المستقبل ولسنا قلقين من أي لا حركة تمرد ولا غيرها في هذا الاتجاه، نحن منفتحون على الجميع. شكرا جزيلا للأستاذ مشير المصري القيادي في حركة حماس على هذا اللقاء وعلى هذه التصريحات. إذن فتحنا